النهاردة قابلنا إيه الجميلة جداً اللي كلنا بنحبها، هنا شيحة. يا هنا مبسوطة قوي إنك موجودة معنا النهاردة. شكرا يا نهى. وأنا سعيدة كمان إن في اهتمام من كل الناس إنها تحضر فعاليات مهرجان العالم عالمين. والله بصي أنا أول مرة أجي العالمين، بعد يعني طبعاً شفت الإنشاءات وكل حاجة، بس أكيد. أول مرة أجي ف مبهورة. عجبتك؟ مبهورة إن كل ده طلع بسرعة وإنها up and running وبيحصل فيها international fashion show طبعاً. كبير كده، والفاشن شو تحفة. شفتي كان حلو ازاي؟ مبهر وعامل تريبيوت لمصر، صحيح، وحاطت يعني inspired by المصريين القدماء، فحاجة تجنن يعني. طب ايه اكتر فستان عجبك؟ عجبني كذا واحد. انا متأكدة عشان عارفة انك انت بتحبي كل الحاجات الحلوة. مبسوطة قوي انك انت عجبك الفاشن شو زي ما كل الناس اللي كانوا حاضرين عجبهم. طب قولي لنا بقى كده سر كده للسفيرة عزيزة، هل في مثلا حاجة هتمثلي فيها قريب، عمل جديد؟ بصي يعني اتمنى ان يبقى في حاجة، انا ام بيتشنج دلوقتي حاجة معينة ويا رب ان شاء الله. طب ايه هي الحاجة المعينة دي؟ سر. هو مسلسل 8 حلقات. حلو قوي، كفاية يعني علينا كده، احنا راضيين. عموما بتمنى لك التوفيق دايما، ومبسوطة جدا انك كنت معانا النهارده، ومبسوطة اني شفتك. وانا كمان.